اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم ابراهيم فهمي، رئيس الجمعيه المغربيه للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنيه، وذلك لتسليط الضوء على وضعيه ضحايا حوادث الشغل داخل مشروع ورش الحمايه الاجتماعيه وانتظارات ضحايا حوادث الشغل من وزير الصحه الجديد. اهلا وسهلا سي ابراهيم، مرحبا بك. اهلا وسهلا، بارك الله فيك سعد الله. سي ابراهيم، كنلاحظوا منذ حوالي 11 سنه والملف ديال ضحايا حوادث الشغل كيتراوح المكان ديالو ما بين البرلمان، وزاره الصحه، وزاره الماليه، بخصوص العائق الرئيسي في زياده في ايرادات ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنيه. نعم، شنو هما الاسباب يعني العراقيل هذه اللي كتواجه ضحايا حوادث الشغل؟ نعم سي عبد الله، هناك عده عراقيل اللي كتوقف في اخراج هذه المراسم، ومن بينها ان هناك واحد مشروع قانون اللي خصو يدرج ويصادق عليه في مجلس البرلمان باش يكون عند الوزير الصحه الحق باش ياشر على هذه الملفات، هذه خصوصا ملفات حوادث الشغل والامراض المهنيه. هاد المساله هذه درنا على قبلها وقفات، درنا على قبلها سميتو بزاف، لحد الان باقي ما كاين والو. حنا كنقولوا بان ما كاينش الحوار، ما كاينش الجديه في اخراج وايجاد مخرجات في هذا المجال هذا، لا من طرف وزاره الصحه ولا من طرف المديره ديال الحمايه الاجتماعيه. والمشكل الاكبر هو ان ما فتحوش باب الحوار، ما كيشاركوش المجتمع المدني في هذه المساله، لان المجتمع المدني بالحكم القرب ديالو من الضحايا، وبحكم انه هو اللي كيعرف المشاكل اللي كيعانيوا منها والضرر اللي كيعاني منه الضحيه نفسيا واجتماعيا وماليا وصحيا، حنا اللي كنعرفوا لان قراب منهم بزاف، وحنا كذلك رحنا ضحايا. هذه المسألة هذه طراتنا أن نديروا وقفات كيف ما قلنا، نديروا مراسلات، راسلنا عدة جهات. نعم. بدون جواب. نعم. راسلنا رئيس الحكومة، راسلنا وزارة الصحة، راسلنا رئيس البرلمان، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية والمكلف بهذا القانون هم العيدوز في لجنة القطاعات الاجتماعية، راسلنا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. نعم. رأسنا وزارة المالية، رأسنا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رأسنا المجلس الاقتصادي والبيئي الاجتماعي البيئي بدون جواب. الوسيط صيفطنا شيء تظلم، تبعنا لحد الان باقي ما جاوبوناش. الان مع التعديل الحكومي تم تعيين وزير صحه. نعم، كان قبل عندنا كان تعيين. يعني شنو هي الانتظارات لضحايا حوادث الشغل من الوزير الصحه الجديد؟ والانتظار ديالنا هو في اول حاجه كان نهنئوا الوزير الجديد، وكنطلبوا من الله انه يعينه في هذه المسؤوليه اللي مناطبه، لان عنده ملفات ثقال ومن بينهم هذا الملف هذا، وكنطلبوا منه، كنتمنوا يفتح باب الحوار مع المجتمع المدني، لان المجتمع المدني ما دي يديه الوزارات او الجهات المعنيه باش يتعاون معاهم. حنا ماشي ضدهم، حنا كنتعاونوا باش نلقاو الحلول. نعم. وثاني حاجه هو اسراع بادراج مشروع قانون 27 23. اي لجنه في البرلمان؟ في لجنه القطاعات الاجتماعيه. نعم. هو اللي عندها هذا سميتو. نعم. اسراع هاد المشروع باش يخرج للوجود، باش يقدر الوزير يقوم بالاعمال ديالو المنوطه اليه. ثاني حاجه هو المساله اللي كنعتبرها انا هي اكثر عائق او اكبر عائق في هاد الملف هذا، هو المساله اللي وقعت منذ عهد ادريس الطو. قبل من ادريس الطو كانت في العهد ديالو كانت المساهمات اللي كتعطى لهذا الصندوق عن التامين واعاده التامين 20%، من بعد هبطت في عهد ادريس الطو ل 12%. نعم. في عهد عباس الفاسي هبطت ل 8%.
دونك المداخيل ديال الصندوق نقصات باكثر من نصف المداخيل ديالو. كتعتقد هذا هو العائق الرئيسي؟ ماجيك نعم. بقات من عهد عباس الفاسي حتى 2019 وهي 8% كتزاد ب 2% كتصبع 10%، كيبقى المداخيل ناقصه ب 50%. يعني هذا تاثير من المسؤول عن هذا؟ يعني ماشي من الميزانيه ديال القانون الماليه ولا هذه، ما كاينش مراقبه. لان اي مشروع ولا اي بيت ولا اي اداره ما كانش اللي كيتحاسب عليها كتخرب. وهادشي اللي وقع هذا الصندوق هذا، حنا بغينا نعرفوا شكون المسؤول عليه. كانوا صناديق العمل مكلفين بالامور ديالهم. واش نعم واش الحل في نظرك؟ انا غنجيك الحل. كانوا قبل صناديق العمل خدامين خدمتهم ما عندناش اشكال، كتوصل 5 سنين بعض المرات خدنا في 3 سنين ما عمر كان عندنا المشكل ديال اصدار المراسيم. نعم. كيوصل الوقت ديالو كيتصدر، ما كاين لا مشكل لا عجز مالي لا عجز اداري مقادين. النهار اللي حيدوا صناديق العمل وعطوها لاسيناره، فهذاك الظرف ما حدوش لاسيناره الوظيفه ديالها شنو غدير، عطاوها التدبير. ولكن شكون اللي مكلب الصندوق والعجز ديالو مع ان كاين ليجان ديال المراقبه؟ فينا هاد الليجان؟ ما عرفناش شنو الدور ديالهم. الصندوق ملي كان فيه عجز مالي وما كيقولنا عجز مالي، من المسؤول عن عجز مالي ولماذا لم يخبر به ويتخذ الاحتياطات اللازمه؟ يعني هذا الامر هذا نعم خص يكون فيه الاختصاص باش تعرف مع من غتكلم. الان كاين مشروع ديال ورش الحمايه الاجتماعيه، اي افاق لضحايا حوادث الشغل في هذا الورش هذا المشروع ديال هذا الورش؟ ورش الحمايه الاجتماعيه حنا كنعتبروا بان ملف ضحايا حوادث الشغل هو ملف اجتماعي محض، لان الناس ديالو ضرورين صحيا نفسيا اجتماعيا وماديا، يعني داخلين في هذا الورش هذا. ما عرفتش علاش حنا لحد الان ما داخلينش فيه. حنا كنطالبوا الوزير باش يوضح لنا هذه المساله هذا ويجعل هذا الملف هذا ضمن الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه وتطبيق ما جاء به جلاله الملك في هذا الورش هذا والتتميم ديالو ان شاء الله. وشنو هي الطرق الاخرى اللي غتلتجؤوا لها لتحقيق المطالب ديال ضحايا حوادث الشغل؟ هناك طرق عديده ومشروعه اللي كينص عليها الدستور، الا وهي المراسلات. قمنا بها، قمنا بعده مراسلات لجميع الجهات المعنيه، قمنا بعده وقفات احتجاجيه سلميه، قمنا ب سميتو بصحفيه، يعني كان عندنا لقاءات صحفيه في الجرائد وفي توقفات احتجاجيه درتو في مؤخرا في البرلمان، في البرلمان البرلمان، ودرناها في وزير الصحه وزاره الصحه ودرنا وزاره التشغيل. يعني كان عندنا عده وقفات وكاين تحركات على صعيد البرلمان. مشينا البرلمان مجلس المستشارين، طرقنا باب ديال البرلمانيين، داروا اسئله كتابيه لا مجلس المستشارين ولا البرلمان، والحمد لله الامور غاده. غير هو الاستجابه ما كايناش وما عطاوناش. علاش؟ لان احنا كنا جلسنا مع الحمايه الاجتماعيه، ولكن اش غادي نقول لك، كنا درنا معهم محاضر ديال الحوار اللقاء، وكانوا داروا معنا في شهر 11 بان في شهر 1 اللي فات ديال 2024 غادي يعطونا اجوبه ويكون اللقاء. ما جلسناش معاهم ما عطاوناش اجوبه. نعم. لان كانوا قلنا كيتسناو انه غادي يكون واحد الدراسه كتتنتج غادي تكمل في شهر 1 ولا قبل، وغادي يقول لنا على ديك الدراسه شنو غيكون. ما بقاوش جاوبونا، ما بقاوش يستقبلونا. نعم نعم السيد فهمي، كنشكرك جزيل الشكر على كل هذه. وعندي واحد المداخله، هو ان احنا ما غاديش نحبسوا النضال ديالنا، غادي نكملوه ان شاء الله بطرق مشروعه، ومضى حق وراءه طالب. وواحد المثل المغربي كيقول، وهذا الشيء اللي ولا كيبان لنا وغنديروه ان شاء الله، اللي بغى يطرق يطرق البيبان الكبار. تماما، نختموا بهذه الكلمه سي ان شاء الله. فهمي شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديد.